الحكاية انه مش مجرد شاب عينيه زرقاء وواد حليوة، الحكاية انه شاب كان عنده مشروع. محمود رضا لم يكن راقصا، محمود رضا لم يكن مؤسسا لفرقة للفنون الشعبية فقط، ولكن محمود رضا يحسب في التاريخ انه مؤرخ للرقص الشعبي المصري. محمود رضا ارتبطنا به في غرام في القرنك وأجازة نص السنة، ولكن الحقيقة أكبر من كده بكتير. ما تيجوا نشوف الحقيقة. فرقة رضا لم تكن فرقة للفنون الشعبية، ولكن نموذج لنجاح القوى الناعمة في مصر. فرقة رضا مجموعة من الشباب انضموا إلى بعض وكونوا فرقة، وكانت رحلة كبيرة جدا خلالها قصة حب بين محمود رضا ونديدة فهمي شقيقة فريدة فهمي. الفرقة أول ما اتكونت كان لها طموح كبير جدا إنها تشارك في مهرجانات عالمية. كان هناك مهرجان الشباب في الاتحاد السوفيتي عام 1957. فرقة رضا قررت انها تشارك في هذا المهرجان، وقعدوا يفكروا طب نعمل ايه، نقدم ايه اللي نقدر نلفت بيه نظر العالم. فقدموا لأول مرة فكرة ورقصة من الفولكلور الشعبي المصري، وهي رقصة نبين زين. فرقة رضا كانت مشروع كبير، أخرجت مجموعة من النجوم والفنانين، منهم حسن عفيفي، منهم فريدة فهمي، منهم الموسيقي الكبير الأستاذ علي إسماعيل. أمام النجاح الكبير اللي حققته فرقة رضا، تدخلت الدولة وبدأت تستغل فرقة رضا في الترويج للقوى الناعمة المصرية، وخاصة بين الشباب الذين كان أغلب أعضاء الفرقة من بينهم. في عام 1954 بدأ لأول مرة الحديث عن مشروع إنتاج أول سيارة مصرية، وكان طبيعيا أن تكون سيارة للشباب، ولهذا ظهرت السيارة رمسيس. أول إعلان قدمته السيارة رمسيس كان لشابين، فتاة وشاب، يقومان بقيادة السيارة رمسيس. الشاب كان النجم محمود رضا. هذا الإعلان كان هدفه بالدرجة الأولى هو التوغل بين أوساط الشباب، ومن هنا جاء دور القوى الناعمة. عرفتوا القوى الناعمة ممكن تعمل إيه في مصر؟ أشوفكم بخير.